هنا ارتحت كويس، هنا ارتحت اكثر كويس، والله هناك ارتحت. وين يرتاح جسمك اسوي وانا في الارض ملاصقه مباشره. انا طبعا الحين جزاكم الله خير، انتم الحين قاعد تعطوني هديه اني انا قاعد امشي، قاعد استفيد. الله يسعدك. من اول صخر دائما احاول امشي، احيانا انسى. طيب انا عندي مثلا لقيت الالم في الكعب اكثر شيء، والله كله في الم، والم هنا اكثر منها. شوف النقطه دي تحت الابهام واللي هي الدرقيه، حلو، بالقدمين طبعا، وهنا اللي هي المعده الاحشاء بس، والكعب اللي هي المفاصل دائما. وش اسوي؟ والله انا وين لقيت الالم في الكعب، ابدا اركز، اختار لي صخرتين وركز على الكعب عشان ايش؟ يعالجني المشكله اللي عندي. ولو سالتيه بيقول لك والله صح، الكعب عندي انا كذا كذا كذا، ظهره، مفاصل، جزء من القولون، الهضم، مشاكل النساء. طيب امراض النساء ايوه هذا بركز على امراض النساء، يعني مش على الطالبات. هذه الدوره دي اللي تعطل الطالبات والمدرسات، تجي الحين هنا تكي في الكعب، يعني بدل ما اطلعها تاخذ بنادول ثنتين ثلاث، لا اطلعها تمارس المشي اذا حست بالام، تضغط على الكعب طالبه. اي طبعا في حالتين، في ناس ترتاح، في بنات ترتاح على طول، في بنات الله يكرمك على الحمام على طول تطلع منها قطعه دم، اللي هو الدم اللي متجمع اللي من سنين ألا. اللي كل مره يوجعها سبحان الله. فانت تضغطين، ها طيب انا ضغطت بس والله خلاص ما عاد اتحمل، اوخ ادور وجع ثاني، ممكن الالم اللي فيها مو من الدوره اصلا، لكن هي مقتنعه انها من الدوره. يوم ضغطت بطن القدم، شوف اخترت بطن لا القدم، لا لكن السموم هذه في الجسم تطلع. انا الحين ضغطت بطن القدم ولقيت يا ابله في الم، معناتها عندك مشكله في المعده ومسببت لك الم في السر، تحت السر، المنطقه دي. فانت توقعت انها من الدوره، والمنطقه طبعا منطقه المعده اللي هي الرحم طبعا، بيت الداء، الرحم، المبيض، كل الاشياء دي. فانا شو اسوي؟ اتمشى قدر ما اقدر. خلصت الحين، الحين تقريبا كملت تقريبا 10 دقائق. ايوه اريح، اشرب مويه، افضل احصل مويه يكون فاتر ما يكون بارد. اللهم صل على نبينا محمد. يكون شرب الماء عشان الدوره الدمويه تمشي. بعد ما امشي اجلس او احاول فصل او هنا، المهم اني اريح. بتلاحظين في ناس مثلا تجي دوخه، في ناس هذا طبعا اول مره دائما دوخه، في ناس يتعب، في ناس يجي نوم، طبيعي هذا رده فعل، الجسم قاعد يشتغل، القلب احيانا نبضات، لانك انت سويتي اعظم رياضه. او طبعا انا سميتها اول طب عالج في البشر، لان اول طبيعي ان ادم عليه السلام واللي بالعصر الحجري مش عارفين. البدو اكبر مثال، 24 ساعه في الشمس ولا يضرهم، و24 ساعه ماشيين حافين ولا يضرهم. العرب اصلا ما كانوا يعرفون الحذاء اصلا، ليش كانوا ما يمرضون؟ او ليش دائما في الشمس ولا يمرض؟ ما الطين تطق الشمس، لانه لما جاء يتشمس ما تشمس على طول 6 ساعات وهو دائما مكيف، او تشمس من دخل مكيف، لا تشمس وتعود على الشمس، احنا نقول متعود. فعشان كذا دائما تشمس اول يوم دقيقتين، ثاني يوم 5 دقائق، ثالث ربع الكثير ربع ساعه تشمس، ولا تكثر بعد، او 10 دقائق. طيب الشمس في اي وقت؟ ليش اي وقت؟ لان الله سبحانه وتعالى بقاعدتي ودليلي وضع صلاتين في وسط في وقت شمس، وقال الرجال رح المسجد. مستحيل الله يبي يضر الادمي. العصر والظهر، خاصه الظهر الساعه 12، الا في حاله اذا كان الحر شديد، هذه تستثنى، انه يكون يعني شديد في الصيف، انه يكون يصلي في جماعه يجمعونه يعني في المسجد او يصلي في البيت، هذه وردت في الشرع. لاسباب. احنا هدفنا دائما، احنا وش مشكلتنا؟